اقسم بالله كل ده نفاق يا رب، كل ده نفاق والله. دلوقتي المدرس بيخش الفصل مفيش شرح الضمير في الفصل، ماشي ماشي. الدرس لو اتاخد نصه ما يقراش، ما يقومش طفل يقرا زي ما احنا كنا متعودين في المدرسه. طالما مش داخل مجموعه ما يبقاش ده النظام، ما يبقاش ده النظام. المدرسه مش هو ده النظام كل يوم. الزباله هنا في بين المجمعين على الصفين من اسبوعين. يعني ايه؟ لا، الزيارة اللي فاتت،